نعود إلى يعني القاهرة مرة أخرى ونتحول إلى ما يحدث في محافظات مصر المختلفة، حيث أشاد المواطنون بمحافظة سوهاج بقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمجريات الأمور بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أكد المواطنون وقوفهم خلف الرئيس في كل ما يرى مناسبا للحفاظ على أرض مصر ومقدراتها، ومنددين بالأحداث المؤسفة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي وصل إلى أقصى درجات العنف واللا إنسانية. تجمع محترم جدا يعني في محافظة سوهاج، والشعب السوهاجي كله نازل في ميدان الشبان المسلمين لتأييد قرارات السيد الرئيس ولشكب كل ما يحدث في غزة. احنا شباب الرياضة كلنا مع قرار السيد الرئيس في الحفاظ على الأراضي المصرية، كلنا بنأيد وبنشجع قرار الرئيس. كلنا بنؤيد قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. احنا طبعا اديك شايف شعور الشعب الوطني الحر اللي هو طبعا جاي يؤيد القضية الفلسطينية، وفعلا بنقول لشعوب العالم الحر ان القضية الفلسطينية لن تموت. احنا بكل الحب وبكل الدعم وبكل القوة بندعم قرارات السيد الرئيس في الحفاظ على الأرض المصرية، أرض سيناء. ما فيش ذرة رمل واحدة ممكن أي حد في الدنيا يقدر ياخدها، وفي نفس الوقت بندعم إخواننا الفلسطينيين وبنشجب وبندين أي اعتداء على أي بني آدم. النهاردة بندعم قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحنا خلف القيادة المصرية في كل ما يراه مناسب، وندعم القضية الفلسطينية.